ناخد اتصال. السلام عليكم. عليك من عند الله سلام ورحمة وبركة ومغفرة. ده أزهري اللي بيكلمنا ده ولا إيه؟ ألف أزهري والله، آداب قسم استماع. أزهري مش كده؟ لا لا، آداب اجتماع. آداب. ما هي أزهري آداب يعني حاجة كده برضه دارس يعني. أهلا الله يبارك. وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. لدي سؤالان يعني أسألهما وأنتظر رد فضيلتكم من الراديو إن شاء الله. اتفضل يا حبيبي. السؤال الأول، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران، وقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآية. السؤال الشائع، هل سيدنا عيسى حي أم ميت؟ هل هو مرفوع حي أو ميت؟ ماشي، ده السؤال دي حاجة. الأول السؤال هجاوبك الآخر عليه. في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين وابتغي ذلك بين ذلك سبيلا. سبيلا. حاضر يعني ما كيف التوسط بين الخفوت وبين العلن؟ حاضر. شكرا الله لك. وهل الصلاة المقصود بها الصلاة بصفة خاصة ولا الصلاة بصفة عامة اللي هو الدعاء؟ شكرا ليك يا حبيبي. نيجي على السؤال الأول. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ما عليه الجمهور إنه سيدنا المسيح عليه السلام زي ما القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أمال هو فين؟ قال لك بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إنه سيدنا عيسى، أمال إيه حكاية إني متوفيك؟ قال لك ده من الاستيفاء. يعني إيه من الاستيفاء؟ زي ما بيقول وفيتك حقك، يعني كان مكتوب لسيدنا عيسى انه هيقعد في الكره الارضيه كام سنه، ربنا قال له انت خدت الكام سنه دول، يلا اطلع فوق بقى. تمام. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيد. يعني سيدنا المسيح لسه هينزل تاني. وبالمناسبه سيدنا المسيح تاني علامه من علامات الساعه الكبرى. انتوا عارفين ان علامات الساعه الكبرى 10، مش عارف انا شرحتهم لكم قبل كده ولا ولا لا، بس خلينا نقول اول علامة اسمها المسيح الدجال. المسيح الدجال اول علامة من علامات الساعة الكبرى يا حضرات. هيجي هيظهر في الكرة الارضية هيقعد 40 يوم. 40 ايه؟ يوم. يوم منهم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. النبي قال وبقية أيامه كأيامكم، يعني 37 يوم زي أيامنا وثلاث أيام منهم يوم سنة ومنهم يوم شهر ومنهم يوم زي الأسبوع. طيب هيتحرك في الكرة الأرضية فتنة كبيرة جدا المسيح الدجال ده، بس مستحيل يدخل مكة والمدينة. المدينة ما يدخلهاش المسيح الدجال، خدوا بالكم المدينة دي محروسة على كل نصية على كل شارع في كل زقاق، وعلى رأي أهلنا في الإسكندرية على كل إمة، الإمة اللي جاية ها هتلاقي فيه الملائكة بتحرس، ملائكة حرس المدينة المنورة. طيب تاني علامة من علامات الساعة سيدنا عيسى ابن مريم، سيدنا المسيح عيسى ابن مريم ده حينزل عند المنارة البيضاء. شوف ازاي في دمشق سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. مهمته الأولى إنه يقتل المسيح الدجال. سيدنا عيسى بقى هيقعد في الكرة الأرضية 7 سنين. 7 سنين يعني هيبقى خير خير كبير أوي 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 للكرة الأرضية سيدنا المسيح، بعدها يموت ويدفن. فما عليه الجمهور إنه سيدنا عيسى، طب ربنا بيقول له اني متوفيك، قلنا من الاستيفاء. لما تيجي تقول واحد خد حقك اهو، انت ليك عندي كام؟ 10. 1 2 3 4 9 ادي 10، خدت حقك. ده معنى الاستيفاء، اني متوفيك ورافعك الي. طيب اهل العلم قال لك طيب ولا من الـ الوفاه متوفيك، من يعني ربنا موته يعني ورفعه. في راي بيقول كده، يقول لك لا لا هو انتم مش واخدين بالكم، هو الآية فيها تقديم وتأخير.
ازاي؟ يعني كان ربنا بيقول له اني رافعك الي ومتوفيك، بس الوفاة لسه هتيجي بعد كده. قال لك وهو ده ينفع في اللغة العربية؟ يبقى الآية ماشية ازاي بقى؟ ربنا بيقول لعيسى ابن مريم، الآية اللي احنا بنقرأها في آل عمران بتقول اني متوفيك ورافعك الي، تمام كده؟ طيب اللي هيحصل ايه؟ انه ربنا هيرفعه الاول وبعدين اني رافعك الي وبعدين هو متوفيك. في اللغة العربية ينفع كده؟ اه ينفع، لانه حرف العطف لا يقتضي الترتيب. يعني اما اقول للواحد النهاردة يقول لي انت عملت ايه يوم الجمعة يا شيخ رمضان، اقول له حضرتك انا طلعت في برنامج نجوم اف ام في برنامج خير الكلام وخطبت الجمعة، صليت الجمعة، خطبت وصليت الجمعة. فهل ده معناه ان انا طلعت البرنامج قبل خطبة الجمعة؟ لا مش معناه كده خالص. طب انا ليه قلت كده؟ عادي، لان الواو حرف العطف لا يقتضي الترتيب، مش بيرتب. يعني اما اقول انا يوم الجمعة طلعت برنامج خير الكلام في نجوم اف ام وخطبت الجمعة وصليت الجمعة، ما حدش يفهم ان انا طلعت البرنامج قبل الخطبة. لا، حرف العطف الواو لا يقتضي الترتيب. هجيب لكم مثال كمان في القرآن الكريم. ربنا بيقول ايه في سورة القمر؟ كذبت عاد، وبعد كده كذبت ثمود بالنذر. هتلاقوا في وسط الايات يقول لك فكيف كان عذابي ونذر. هو ربنا بيعذب قبل ما يبعت نذر، ولا بيبعت نذر الاول وبعدين يعذب؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صح ولا لا؟ قال فكيف كان عذابي ونذر، مع ان النذر هي اللي جت قبل العذاب، لانه ربنا ما بيعذبش لما يبعت نذير الاول. لانه حرف العطف، خدوها قاعدة كده في اللغة العربية، الواو مش دلالة على الترتيب. اذا اني متوفيك ورافعك الي، ربنا بيقول له انا هعمل لك حاجتين، هرفعك وبعدين حموتك. طب بس هو ذكر متوفيك الاول، قال لك مش بالضرورة، يعني لا يقتضي الترتيب. اذا ما نحن عليه وما ندين الله تبارك وتعالى به انه سيدنا المسيح زي ما القرآن قال ما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، يعني اليهود ما قتلوهوش ولكن شبه لهم، وانه بر رفعه الله اليه، وان سيدنا عيسى رفع، وانه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج شاف سيدنا عيسى وسلم عليه في السماء التانية، وشاف سيدنا يوسف في السماء التالتة، وشاف سيدنا ادريس في السماء الرابعة، وشاف سيدنا هارون في السماء الخامسة، وشاف سيدنا موسى في السماء السادسة، وشاف سيدنا ابراهيم في السماء السابعة. طب والسماء الاولى؟ شاف فيها سيدنا ادم بس. ده بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني أنا نسيته طبعا. يعني خلونا نطلع لفاصل وافتكر السؤال الثاني بتاع أخونا وارجع بعد الفاصل أجاوب عليه إن شاء الله. ابقوا معنا أكرمكم الله. أنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. احنا قبل الفاصل كان لنا أخ كريم متصل سأل عن قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقلنا ما عليه جماهير أهل العلم وما عليه السواد الأعظم، إن احنا بنعتقد في سيدنا المسيح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، انه هو رفع الى السماء وانه حينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى، علامة رقم 2، وهو اللي يقتل المسيح الدجال، هيقتله عند باب اسمه باب اللد في فلسطين، وهيقعد في الكرة الارضية 7 سنين، حتتملى الدنيا خير وبركة بسبب سيدنا المسيح. لانه حتى في القرآن في سورة مريم وسيدنا المسيح كان في المهد صبيا قال كده إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. أي مكان بيتواجد فيه سيدنا المسيح بيتملى بركة، فهيجي لنا الكرة الأرضية، حتشرف بيه الكرة الأرضية 7 سنين،
قبل قيام الساعة الأرض هتتملى خير بسبب سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام.